استطاعت دار الكلمة الجامعية أن تعيد الاعتبار لإحدى أهم أيقونات فلسطين، فنانة طافت الوطن توثق الحقيقة لتسبق عصرها وتكون إحدى أهم النساء الفلسطينيات، كريمة عبود التي تحيي الكلية ذكراها في كل عام بمسابقة تحمل اسمها. لماذا كريمة عبود؟ لأن كريمة عبود هي رائدة التصوير النسوي في العالم العربي، هي امرأة عبقرية، أيقونة فلسطينية بكل ما للكلمة من معنى. بدأت باستخدام الكاميرا حوالي سنة 1918، واحترفت مهنة التصوير عبر ربع قرن. كان لها 4 استوديوهات في حيفا، في الناصرة، في القدس الغربية وفي بيت لحم. كريمة عبود احترفت التصوير الفوتوغرافي وعملت في 4 استوديوهات في حيفا والناصرة وبيت لحم والقدس، واليوم يسير على دربها المئات من الفنانين الفلسطينيين من خلال جائزتها من الضفة وقطاع غزة ليوثقوا حياة الفلسطيني بالصورة. السنة ركزنا على موضوع المكان، اللي هو موضوع كانت كريمة عبود بتركز فيه من خلال صورها، فتناولنا موضوع المكان ووصلنا صور عديدة اللي ركزت على هذا الموضوع، ومن خلال التصوير المفاهيمي، من خلال التصوير السريالي، وكذلك التصوير التوثيقي. فبالفعل يعني كانت الصور طيف رائع من الإبداعات. بالنسبة لي أنا شايف إنه المجال هذا الفوتوغرافي أو المجال الفني، دار الكلمة كثير تهتم في هذا المجال، فأنا شاركت معهم لأن بحس إنهم عن جد معنيين يطوروا الشباب وجيل الشبابي والناس اللي عندهم قدرات ليرفعوا من مستواهم ويشاركوا معظم الناس في هذا الحكي. ورسالتهم واضحة في نشر هذا الحكي. في هذا العام تمكن مشارك من غزة أن يحصد المرتبة الأولى في جائزتها من خلال صورة وثقت جرائم الاحتلال تجاه الغزيين وآثار الدمار. لجان التحكيم قررت أنه تختار لوحتك أو الصورة اللي أنت قدمتها أنه تكون هي الصورة الفائزة في مسابقة كريمة عبود في طبعتها الثانية، فألف مبروك. ويأتي حفل جائزة كريمة عبود في هذا العام برعاية من بنك فلسطين بهدف دعم المواهب الشابة على المزيد من التقدم والنجاح. شبان وشابات أرادوا أن يسيروا على درب كريمة عبود وأمثالها من الفنانين الفلسطينيين في الإبداع والتميز لتثبيت هويتهم ونقل رسالتهم الوطنية. من كلية دار الكلمة الجامعية، ميرنا الأطرش لفضائيات معاً.